بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9045. أيها الإخوة الكرام، درس هذه الليلة يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأستاذ هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونترك المجال لفضيلته وفقه الله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها الإخوة في الله، إن أعظم رحمة رحم الله بها البشرية إرسال الرسل، فإرسال الرسل هو أعظم ما أنعم الله به على الخلق، لأن دعوة الرسل بها زكاة النفوس وحياة القلوب، وبها سعادة الدنيا والآخرة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالرسل من أولهم إلى آخرهم هم الهداة والدعاة، وهم خير البشرية، وهم خير الناس للناس، لأنهم يهدون إلى صراط الله، يدعون الناس إلى ما به سعادتهم ونجاتهم وفلاحهم، وينذرونهم مما به هلكتهم وشقوتهم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهؤلاء الرسل هم فيما بينهم متفاضلون، وشرائعهم متفاوتة ومتفاضلة، والله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فلكل نبي ورسول، لكل منهم شرعة ومنهج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج، ولكن الرسل من أولهم إلى آخرهم دينهم واحد، بمعنى أن حقيقته واحدة وأصله واحد، حقيقة دين الرسل واحدة وأصله واحد، ألا
وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدين الله الذي بعث به رسله يقوم على هذا الأصل الذي هو التوحيد، يقوم على التوحيد، توحيد الله، إفراد الله، اعتقاد وحدانية الله، فهو الواحد الأحد. فلا يستقيم دين العبد إلا أن يوحد الله. فالتوحيد هو الأصل وهو المبدأ وهو المدخل، وتوحيده سبحانه وتعالى حسب النظر في آية القرآن والنظر في واقع الناس، قال أهل العلم: إن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية. هذه جميعا تندرج في كلمة التوحيد، هذه الأنواع الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة تندرج في كلمة التوحيد. فإذا قلنا أو سمعنا أن أصل دين الرسل شهادة أن لا إله إلا الله، لم نكن بهذا مخالفين لما تقدم من أن أصل دين الرسل هو التوحيد بأنواعه الثلاثة. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله تتضمن التوحيد كله بكل جوانبه، وإن كان المقصود الأعظم منها إفراده تعالى بالعبادة. فإفراده تعالى بالعبادة هو توحيد العبادة، وهو المقصود الأول والمقصود الأعظم من هذه الكلمة ومن دعوة الرسل. والسبب لهذا أمران: الأول أن هذا النوع هو الذي تتجلى فيه عبودية العبد لربه، تتجلى فيه عبودية العبد لربه وقيامه بمحابه فعلا وتركا. والثاني أن هذا التوحيد هو الذي انحرف عنه أكثر الخلق، أكثر البشرية قديما وحديثا منحرفة عن هذا التوحيد، أي توحيد العبادة، أي إفراده بالعبادة، أي إخلاص الدين له، أكثر البشرية بما فيهم كثير من المنتسبين للإسلام، كثير من المنتسبين للإسلام قد انحرفوا عن فهم هذا التوحيد وعن معرفة هذا التوحيد وعن العمل بهذا التوحيد كذلك بالضرورة. وسيكون حديثي معكم
في النوعين الأولين حسب تنسيق هذه اللقاءات وهذه الدروس. سيكون حديثي معكم في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أيها الإخوة حقيقته إفراده إفراد الرب بالملك والخلق والتدبير والإنعام والعطاء والمنع، إفراد الرب بهذا كله، أي اعتقاد أنه تعالى مالك كل شيء وخالق كل شيء، وأنه المنعم المتفضل بجميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله، وأنه تعالى هو النافع الضار، فهو خالق كل شيء من الخير والشر، وهذا يتضمن الإيمان بالقدر خيره وشره. فلا يخرج عن ملكه شيء في الوجود، لا يخرج عن ملكه شيء في الوجود، ولا يخرج عن قدرته شيء في الوجود، ولا يخرج عن مشيئته شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فيجب أن يعلم وأن يستحضر العبد ربوبيته تعالى، وأنه لا يكون في هذا الوجود حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه. فهو خالق الذوات، خالق ذوات الأشياء، وخالق صفات الأشياء، وخالق حركات الأشياء، وهذا المعنى تتضمنه الكلمة العظيمة، هذا التوحيد تتضمنه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال أبدا لأي شيء لك أيها الإنسان أو لأي كائن في هذا الوجود، لا تحول لشيء من عدم إلى وجود أو من وجود إلى عدم أو من غنى إلى فقر أو فقر إلى غنى، أو صحة إلى مرض، أو مرض من تحول من مرض إلى صحة، بل ولا تحول من طاعة إلى معصية أو من معصية إلى طاعة إلا به فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا جاءت السنة بالتنويه بهذا المعنى في
في هذا الذكر العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه أيها الإخوة حقيقة توحيد الربوبية، أن يقر العبد بكمال ملك الرب وعموم مشيئة الرب وعموم قدرة الرب ونفاذ حكمه في كل شيء. ماض في حكمك، ماض في حكمك، حكم الله ماض في كل شيء، في كل شيء. فأطلق فكرك في هذا الوجود، في ذوات هذا الوجود، في الأجرام العلوية والأجرام السفلية، في حركات الكواكب والشمس والقمر، دوران الأفلاك، في حركات ما على وجه الأرض وما في الأرض وما فوق الأرض، كل ما فيها إنما يجري صادرا عن مشيئة أحكم الحاكمين. ولا شك أن هذا المشهد يحتاج إليه العبد في دائما وأبدا، وهو يربي في نفس العبد تعظيم الله، تعظيمه وإجلاله ومهابته وخوفه ورجاءه. هذا التوحيد كما قلت دعت إليه الرسل وعرفت به الرسل وجاءت به. وهذا القرآن متلو ومسموع، وهو كثيرا ما يعرض لهذا التوحيد ويذكرها. إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات، خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، تدبير، يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم، والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق، ألا له الخلق، كلمة جامعة، له الخلق يعني الخلق كله لله ملكا وتقديرا وتدبيرا. فهذه النجوم هو خالقها، هو مسيرها، هو مسخرها، خلقها لحكم، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وهي أيضا كغيرها من مخلوقات الله آيات شاهدة بقدرة خالقها وحكمة خالقها وكمال خالقها ورحمة خالقها سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني هذا لفت نظر من الله، لفت نظر من الله للعباد أن ينظروا، فلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وأمثال هذا كثير، كله لتقرير توحيد الربوبية، كله
لإيقاظ الفطر إلى ما ركز فيها. هو الذي يقلب الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار، هو الذي ينشئ السحاب. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ودلائل هذا التوحيد من القرآن كثيرة كثيرة. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولا بد أن نذكر ونتذكر أن دلائل ربوبيته دلائل على إلهيته بالضرورة، فمن هذا شأنه، من هذا شأنه ملكا وخلقا وتدبيرا وإنعاما وتفضلا وعطاء ومنعا، من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يؤلى حبا وخوفا ورجاء، هو الذي يستحق الإنابة إليه وطاعة وإخلاص العبودية له. ولهذا بعد ما ذكر الله بدلائل ربوبيته من خلقه للسماوات والأرض وتدبيره للأمور بإغشاء الليل النهار وخلقه الشمس والقمر والنجوم وتسخيرها في مصالح العباد، عم وقال ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ثم قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. من هذا شأنه هو الذي يجب أن يلجأ إليه ويضرع إليه ويدعى ويسأل جميع الحوائج ويتقرب إليه بمحابه، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن أسمائه تعالى الرب، الرب، إن ربكم الله، الحمد لله رب العالمين، في مواضع من القرآن الحمد لله رب العالمين، وهي أول آية في أعظم وأفضل سورة في كتاب الله، الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين، رب العالمين يعني مالك العوالم ومدبر العوالم، فالرب هو المالك وهو المدبر وهو المنعم. وفي لفظ الرب معنى التربية، في هذا اللفظ معنى التربية، فهو الذي يربي خلقه فيمد الخلق، فإليه إيجاد الخلق وإعداده وإمداده، فإليه الإيجاد والإعداد والإمداد، يربي خلقه
يربيهم، فهو الذي يمدهم بما يكمل به وجودهم ويربيهم بأنواع النعم. ففي هذا الاسم دلالة. ولهذا كان هذا الاسم هو وسيلة الأنبياء في دعائهم، هذا الاسم هو وسيلة الأنبياء في دعائهم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وفي شأن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أنهم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لأن هذا الاسم، هذا الاسم هو المقتضي، هو المقتضي للعطاء، هو المقتضي للتدبير والتصرف بالعطاء والمنع. فلهذا كان وسيلة الأنبياء والصالحين في دعائهم، في دعائهم يقولون ربنا، يهتفون ربنا، يا ربنا، ربي. ولما ذكر الرسول الرجل الذي يطيل السفر ذكر أنه يتوجه إلى الله بهذا الاسم، يرفع يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. فهذا توحيد الربوبية أيها الإخوان، هذه حقيقته، وهذه بعض دلائله من القرآن، وأما شواهده من الكون فكل الكون دال على ربوبيته وحدانيته. فهذا الكون لا بد له من خالق مدبر، لا بد له من مدبر، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا بد لهذا الكون من خالق، من خالق حكيم عليم، لا بد له من موجد حي قيوم قائم بنفسه غني عما سواه يقوم على غيره بما يحتاج إليه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فاسمه القيوم هو دال على كذلك على ربوبيته. فهذه العوالم العلوية والسفلية كلها شاهدة، شاهدة، شاهدة بوجود من أوجده، بقدرة من أوجده، بحكمة من أوجدها، بعظمة من أوجدها، شاهد. وفي كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقف مع كل جزئية من هذا الوجود تجد فيه من الدلالة على ربوبيته تعالى ما
يكفي لمن استنارت بصيرته، ما يكفي للمنصف العاقل المتجرد عن الهوى وأعظم دليل، أو أقول أقرب دليل للإنسان هي نفسه، نفس. قال الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال تعالى في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. من فضلك اقلب الشريط. ونفس الإنسان نفس واحد من الناس، نفسك أنت واحد. إذا لو وقف الإنسان ليتدبر خلقه وما فيه من الدلالات لانقضى عمره دون أن ينتهي، لكن يأخذ الشيء القريب. وإلا عجائب أمر هذا الإنسان تكوينه. ولهذا نوه الله بخلق الإنسان في أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن يذكر الله فيه دليل الربوبية والإلهية عموما وخصوصا، فيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ يعني خلق كل شيء. هذا تنبيه على الدليل العام، وهو المخلوقات بأسرها، المخلوقات بأسرها. ثم يذكر دليلا خاصا وهو خلق الإنسان. خلق الإنسان من علق، إنه لعجب. هذا الإنسان بصورته وطاقاته وآثاره العجيبة، الإنسان لجهل الإنسان صار يعبد الإنسان. يعني لأن من جهلة الخلق من يعبد الإنسان، يعبد الناس بعضهم بعضا، ويغلو بعض البشر ببعض البشر، وينسبون ما يجري على أيدي البشر إلى محض قدرة البشر، وينسون خالق البشر، ينسون خالق الإنسان. خلق الإنسان من علق، قال أهل العلم العلق الدم، لأن الإنسان في الطور الثاني يكون دما، بعد أن كان نطفة يصير علقة، والعلقة قطعة من الدم. فالإنسان مخلوق من دم، قطعة دموية في الرحم. يتكون منها الإنسان ويتنقل من طور إلى طور حتى يكون مستعدا للحياة على هذه الأرض، فيؤذن له بالخروج فيخرج. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم بعد ولادته يترعرع وينشأ، وتهيأ له أسباب النمو، وهذا من ربوبيته تعالى، من ربوبيته تعالى أن تهيأ له أسباب النمو وأسباب السلامة وأسباب يعني التكامل. من حين يولد يكون الغذاء المناسب موجودا، يكون موجودا في أصله الذي خرج منه،
يكون مهيئا في ثدي الأم. سبحان الله، هذا كله من آثار الربوبية، من ربوبيته تعالى الإنسان. خلقه أولا وصوره، ثم لا يزال يربيه، يربيه سبحانه وتعالى بأنواع النعم وما يهيئه له من الأسباب التي يحتاج إليها من أول عهده إلى آخر، وهو في رعاية الله، وهو في عناية الله، وهو في إمداد من الله بتسخير ما سخر له. ومن أول ما يسخر للإنسان، بل أول ما يسخر للإنسان الأبوان. المقصود إن هذا ما يعني ميدان واسع الاسترسال فيه يطول. فالمقصود إن خلق الإنسان هو آية، نفس الإنسان آية على ربه، على وحدانيته سبحانه، على حكمته وقدرته ورحمته سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالعاقل يعود إلى نفسه فيشهد أن لا إله إلا الله الذي خلقه وأبدع ما خلق سبحانه وتعالى. والتدبر في خلق الإنسان طويل وطويل. ومن بعض هذا التدبر يعني ذكر الناس من ذلك شيئا كثيرا، وكل ما ذكروا هو شيء قليل مما يتعلق بتكوين الإنسان وما فيه من الدلالات على خالقه وعلى وحدانيته وعلى رحمته وقدرته سبحانه وتعالى. ولعل هذا القدر يكفي في توحيد الربوبية. أما توحيد الأسماء والصفات فهو أيضا إفراد الله بما له من الأسماء والصفات، بما له من الأسماء والصفات، يعني اعتقاد تفرده تعالى بأسماء، وذلك بنفي الشبيه، أنه لا شبيه له، لا شبيه له في أسمائه، لا شبيه له في صفاته. وهذا التوحيد كما قال أهل السنة هو أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، فيثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله من صفات الكمال، وينزه عن جميع النقائص والعيوب، عن كل ما يضاد كماله، فتثبت له صفات الكمال إثباتا بلا تشبيه، وينزه عن جميع النقائص تنزيها بلا تعطيل، فيوصف سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف للكلم عن مواضعه، ولا تكييف لصفاته، ولا تعطيل ونفي لما أثبته الله ورسوله، ولا تمثيل لصفاته بصفات خلقه، ولا تمثيل لخلقه به، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل هذا، أعني التحريف والتكييف والتعطيل والتمثيل، كل ذلك من الإلحاد في أسمائه وآياته. والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير. هذا هو
هذا هو الصراط المستقيم، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، هذا منهج السلف الصالح في هذا الباب. وهذا من منطلق الإيمان بالله والإيمان بكتب الله والإيمان برسول الله. فإن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، من الإيمان بالقرآن الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، من الإيمان بالرسل والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام الإيمان بما أخبر به من أسماء ربه وصفاته. إذن إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله هو داخل في الإيمان، هو من الإيمان، هو من الإيمان الذي بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام بقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. وكان السلف الصالح الصحابة والتابعون لهم بإحسان في الصدر الأول كانوا قد تلقوا هذا العلم عن نبيهم ومن كتاب ربهم، ولم يكن هناك أي اختلاف فيما بينهم في هذا الباب. ولكن بعد ما تقدم الزمن حدثت البدع، واندس المنافقون فصاروا يبثون العقائد الفاسدة ويثيرون الشبهات المضللة، فرفعوا لواء البدعة فاصطادوا كثيرين، اصطادوا كثيرا من الأغرار ومن الجهلة. فإن العلم بكتاب الله وسنة رسوله وبما كان عليه السلف الصالح حصن حصين من الوقوع في شباك دعاة الضلالة. العلم الصحيح هو الذي تحصل به المناعة ويحصل به النور الكاشف. فإن دعاة الباطل إنما تروج بضاعتهم وتنفذ مكائدهم في الظلام، في الزمان والمكان الذي يتقلص فيه أو يضعف فيه نور النبوة. فمتى كان نور النبوة ساطعا في مكان أو في زمان لم يكن لأهل الباطل كبير أثر، فجاءت وظهرت في الأمة الإسلامية طوائف انحرفت عن هذا المنهج وتخبطت وعلقت في نفسها الشبهات وأثارت الشبهات ودندنت حول تلك الشبهات، وصاروا يتلاعبون بكتاب الله تحريفا له، وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تحريفا لها أو دفعا وصدا وردا لها، لتقوم بدع هؤلاء، لتظهر بدع هؤلاء. لأن النصوص، أعني آي الكتاب وأحاديث الرسول الصحيحة، هي خصمهم، هي ضدهم. فاتخذوا منها أحد موقفين: إما التحريف الذي يسمونه تأويل، أو الرد إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولهذا
نهض أئمة الدين ومن سار على منهجهم، نهضوا لبيان الحق في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات. سبحان الله، سليم الفطرة وسليم العقيدة، إنه يعجب لو سمع بقول من يقول إنه سبحانه وتعالى لا يوصف بكذا ولا يوصف بكذا مما وصف الله به نفسه، يعجب. سبحان الله، لكن هذه حقيقة. وطليعة المعطلة في هذه الأمة شخص معروف مشهور يقال له الجعد ابن درهم، وقد وفق الله أهل العلم والولاة في ذلك العهد في آخر عهد الدولة الأموية، فأفتى العلماء بقتل هذا الضال، ووفق الله الأمير الذاك خالد بن عبد الله القسري، فخطب يوم العيد وقال في القصة المشهورة: ضحوا أيها المسلمون، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فذبح. وابن القيم يقول معبرا عن هذه القصة: ولأجل هذا ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. بدعة التعطيل. ثم حملها عنه الجهم ابن صفوان، ثم بعد ذلك تشعبت بالناس الطرق. والجهمية هم المعطلة، نفاة الأسماء والصفات عن الله. نفاة الأسماء والصفات. سبحان الله، كما قلت أولا، إن ذا الفطرة السوية يكاد لا يصدق أن مسلما أو أن يعني أحدا يدعي الإسلام ويقول بهذا، ولكن هذا هو الواقع. ولم تزل آثار هذا المذهب الباطل لم تزل آثاره بل لم يزل موجودا في المسلمين. وقد نشأ بسبب ظهور هذه البدع فرق في الأمة كالمعتزلة، أخذوا بهذا المبدأ وإن لطفوه، وغيرهم، وكذلك الطائفة المشهورة الأشاعرة أخذوا بنسبة كبيرة من هذا المذهب، مذهب التعطيل. ولكن المنهج الأول محفوظ، ضرورة حفظ الله لهذا الدين، فالله قد ضمن حفظ القرآن وضمن حفظ هذا الدين، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فمذهب أهل السنة والجماعة هو ما ذكرت لكم أولا في حقيقة هذا التوحيد، أعني توحيد الأسماء والصفات. وهو يقوم توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس، ثلاثة أصول: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات،
وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والعيوب وعن مماثلة، ومن ذلك مماثلة المخلوقات. إذن فلا بد من الإثبات مع نفي مماثلته تعالى للمخلوقات، ويجمع ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والثالث نفي العلم بالكيفية، فنؤمن بأنه تعالى حي حقيقة وله أكمل الحياة، وهو الحي الذي لا يموت، ولكن حياته ليست مثل حياة المخلوقين، حياة لا تبلغ عقولنا كنهها. فلا نعلم إذن كيفيتها. إذن فيه إثبات، هذا أصل مرتكز أول، نفي مماثلة المخلوقات، نفي العلم بالكيفية. فنؤمن بصفات ربنا ونثبتها كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه أعلم الخلق به رسوله عليه الصلاة والسلام، مع يقيننا بأنه تعالى ليس كمثله شيء، ومع العلم بأنه لا يعلم كيف هو إلا هو. ولهذا يقول الأئمة في نصوص الصفات، يقول الأئمة في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. ماذا يعني؟ يعني أثبتوا ما دلت عليه مؤمنين به، غير باحثين عن كيفية ذلك، وغير مؤولين له بخلاف ظاهره، وغير مؤولين له بما يخالف ظاهره. أمروها كما جاءت. فمن أول نصوص الصفات مثلا لم يمرها كما جاءت، بل حرفها. ومن بحث وسأل عن الكيفية أو تكلم بكيفية الصفات فقد قال على الله ما لا يعلم. ومن أعظم المحرمات القول على الله بلا علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وتشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن يسأل عن كيفية شيء من صفاته فهو طالب ما لا سبيل إلى العلم به. ولهذا قال الأئمة كالإمام مالك، قال لما قال رجل: كيف استوى يا إمام، كيف استوى، يعني في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم، استوى على العرش يعني على وارتفع سبحانه وتعالى، والكيف مجهول يعني غير معلوم للعباد، والإيمان به واجب، يعني هذا هو مقتضى الإيمان بالله وكتابه ورسوله، الإيمان به واجب، التصديق بما أخبر الله به عن نفسه، والسؤال عنه بدعة. هذه الكلمات القليلات هذه تحدد وتصور مذهب السلف الصالح في هذا المقام. فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فكل أسمائه حسنى، وجميع صفاته صفات كمال. ومعرفة الله بأسمائه وصفاته أجل المعارف. معرفة الرب تعالى بأسمائه وصفاته هي أجل وأشرف العلوم.
ولا سبيل للعبد إلى معرفة ربه معرفة فيها تفصيل إلا من طريق الرسل، إلا من طريق الرسل. ولهذا من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم رسل يعرفونهم بربهم، يعرفونهم بما له من الأسماء والصفات، بما يجوز عليه وما لا يجوز عليه، يعرفونهم بالطريق الموصل إليه، يعرفونهم بالنهاية بنهاياتهم وجزائهم الذي أعد الله لهم. وأشرف هذه المعارف أشرفها النوع الأول الذي هو معرفة الله، هو أساس الدين وهو العقيدة. العقيدة ترتكز على أول يعني أصل أصول العقيدة، الإيمان بالله، هذا هو أصل الأصول. الإيمان بالله هو الأصل الأول، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله. وهذا الإيمان يشمل أنواع التوحيد الثلاثة كما ذكرت لكم أولا. الإيمان بالله ماذا يعني؟ الإيمان بالله يعني الإيمان به ربا، أي الإيمان بربوبيته، أي الإيمان بتفرده تعالى بالربوبية، والإيمان به والإيمان كذلك بكماله وكمال نعوته، وأنه تعالى الموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، والإيمان به إلها لا رب غيره ولا إله سواه سبحانه وتعالى. إذن علمنا مما تقدم حقيقة توحيد الربوبية وبعض دلائله من القرآن، وبعض يعني دلائله من الوجود، وكذلك حقيقة توحيد الأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا مما يجب على المسلم أن يعتني به حتى ينجو من الدخول في سبل الضلال والبدعة والانحراف. قال الله في أجمع وصية أوصى بها عباده في الآيات التي تضمنت عددا من الوصايا، قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام واقتفى عليه وعلى أثره أصحابه رضوان الله عليهم. هذا هو الصراط المستقيم، كما قال تعالى في شأن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ومن النصوص التي ذكر الله فيها هذا التوحيد، ولا أقول إن آية أو آيات يعني اختصت بتوحيد أو بواحد من أنواع هذا التوحيد، ضرورة ما بين أنواع التوحيد من الروابط والارتباطات، فإن أهل العلم نبهوا على أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد العبادة، وتوحيد العبادة يتضمن التوحيدين الآخرين، يتضمن النوعين، إذن بينهما أكبر ارتباط. وأكتفي
أو أختم القول بذكر أو بالتذكير بسورتين عظيمتين اشتملتا على التوحيد، ألا وهما سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف وفي الوتر وفي غير هذه المواضع. وسورة الإخلاص جاء في فضلها أحاديث، من ذلك أنها تعدل ثلث القرآن. فسورة قل يا أيها الكافرون هذه دالة على توحيد العبادة، لأن مضمونها البراءة من كل معبود سوى الله، ومن والبراءة من عبادة المشركين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى قوله لكم دينكم ولي دين، ففيها البراءة والمقاطعة والمنابذة، يعني لستم مني ولست منكم، لكم دينكم ولي دين،